لا تنسوا يا جماعة، اليوم رح نخلص عليه لهذا المصور. خلص ولا يهمه، اليوم رح نعمل له ترباية مرتبة لهالواطي لا يعرف قيمته. يا شباب أنا برأيي نفوت لعنده ونضربه فورا. بالأول حبة لفتون وهلأ ريمة وأكيد بتول اللي بعدها. شو هاد؟ هالواطي ناوي يطبقهم كلهم؟ وضريب يخلع حنكك مروان. شو هاد الحكي اللي عم تقوله؟ شو يطبقهم ما يطبقهم؟ شو أنت مو منتبه شو حكيت؟ ليش يعني بتول؟ بلكي دور سيرين؟ هصوا لك، سيرين متزوجة وبتول رح تتزوج. يعني إذا كل شي صار حسب الأصول هذا اللي بقصده مجد. إن شاء الله طبعا. طيب خلص لا تدققوا كتير، كلمة وطلعت بالغلط. خلص مروان خلص، كلياتنا معصبين ومتضايقين منه. ولا يهمكن، خلص هلا منفوت لجوا ومنوقف هداك الأشقر عند حده. يلا ماشي ماشي امشوا يلا. تفضلوا، أكيد بيكون وصلوا عم يستنانا. وين قاعد؟ أهلين بالشباب. مرحبا، أنا مجد. كريم، شو جايب الشباب معك؟ لأنه ما حبيت أحرم الشباب من قعدة إنسان محترم وفهمان مثلك. إيه؟ إياد حكالنا كتير عنك وكله بالخير طبعا، ونحن ما حبينا نروح على حالنا مثل هيك فرصة مهمة، فقلنا منتعرف عليك. ما هيك شباب؟ هالمطعم حلو كتير ومرتب، حسوا متحف وكان لازم نقطع كرت برا. ركزوا شباب. طيب ماشي. السلام عليكم يا أخونا، أنا مروان، مروان أبو شبرية. كريم أيضا. كريم أبو الصور. مثل ما بدك، كريم أبو الصور. أمير. أهلا وسهلا أمير، تفضلوا اقعدوا. معلم علي، جيب لنا صحنين محار وكمان وكاليماري بأنواعه، وجيب لي 5 كيلو ريدس وسمك، وبعد الحلو بدي عزبك. على عيني. بلا كاليماري ما بتاكل بكل مكان لأنه بده نظافة. ايه وبرأيي بلا المحار كمان، ما في داعي تطلب كل هالقد، نحن ما منحب ناكل أكثر من نوع، نوع واحد بكفي وزيادة. لك لا ترد عليهم يا أخي، نحن مناكل ما؟ ايه يا أخي زبط لنا الطاولة على زوقك وعبيها من كل شيء. خلص مناكل نوع واحد أكيد بكفي. ايه أخي لا تعذب حالك، أصلا عندي حساسية من أكل البحر. بلا ما أموت هون هلا ولبككم. هيك منيح. أهلا وسهلا فيكم بضيوفك ابني كريم، إن شاء الله صحتكم بخير، شرفتوا المحل يا جماعة. أهلا وسهلا، كريم بيك قال إنكم ضيوف مميزين. صحتكم شباب. ايه معلم كريم، كيف الشغل؟ منيح طبعا طبعا، مبين راكد ورا الشغل وما عم تلحق. مزبوط. ايه مزبوط، بس الشغل الزيادة ماله منيح كريم، نصيحة من أخ لأخوه. ايه كيف الشغل تبعكم؟ شركة العمارة منيحة؟ انتو شركاء ما هيك؟ اكيد انت مضغوط لأنه ما شفت إياد راعى الشغل من وقت ما عرفته، عطول بيضل مع فتون. مو معقول مو معقول، مو منطقي مو معقول أبدا. الشغل مو كل شيء يا كريم بيك، أحيانا الواحد لازم يكون جنب اللي بيحبهم وما يتركهم أبدا. إيه نحن لهالسبب تشاركنا، بغيابي أنا هو موجود وبغيابه في أنا. طبعا أنت هاي الشراكة اللي بتكون بين الرفقات صعب تفهمها لأنك وحيد، مشان هيك لا تواخذنا، يعني بدك تتحملنا، نحن عقلنا على قدنا وما بنشتغل مع أجانب بنوك. لحد يجيب سيرة الأجنبيات، تتذكر هذيك الأجنبية اللي جبتوها معكم أنت وفتون؟ مونيكا سيسا، نمرودة ولئيمة ومفكرة حالها شغلة وعلى طول هيك وعم تتزورنا. عم اشتغل معها هلا، صحيح قلبي وشها على طول بس قلبها طيب كتير. لك شو عملت مروان؟ أنا أصلا كنت عم بمزح معك، صح بشعة وعصبية بس مبين عليها بتجرب مع المي العكرة يا زلمة، مو معقولة. مروان خلصنا. إيه فهمت،
أنا كمان فتت بالحيط، ما عاد أعرف مين هو اللي منيح ومين اللي مو منيح، مين بمدح ومين بسب حتى. لك ما عاد ميزت يا جماعة. وطى صوتك انت وياه. العمى وين مفكرين حالهم هدول؟ سمعتوا؟ هنن عم يحكوا معنا؟ ليك على هالمنظر يا دلوع، وطيلي صوتك شوي. يا ابو الطقم شو مو عاجبك هالحكي إلنا نحن؟ طيب يا معلم، لك هدول ما بينحكى معهم غير هيك، وين مفكرين حالهم قاعدين؟ والله عصبوا على هالاشكالات، تقولوا نسوان لابسين رجال، هدول بينعمل منهم مازح. ضحكتني يا معلم. شو قصتك؟ خلصنا كله وانتو ساكتين. وانت ليش عم تتدخل يا شار؟ اذا ما بدكن تمسح الارض فيكن عدوا بادبكن. احكي معي انا، قلي شو بدكن فينا. عيني انت مالنا شغل معك، لأنه كنت قاعد على الطاولة بأدبك، كلامنا مع اللي ضحكوا مثل النسوان. كل مكان وفي إله أدبه، وهنن هيك لازم يتصرفوا وما يتضحكوا مثل النسوان. فراس هدول بيكونوا رفقاتي، وإذا عندكن مشكلة معهم معناتها المشكلة معي، وهلأ أنقلعوا من وشي. امشوا. كمان ضيا يا شباب، أنا معكم لا تخافوا. أمير حلوة، لا تتحرك، لا تتحرك. يا عظيم إياد كمان. إيه خلص، لا تأكل هم، أنا مسيطر. شو عم يصير هون ولا؟ شباب هدول طلعوا عصابة منظمة، اربوا. في مثل شعبي كان بيقول لهريبة تلتين المراجل، المراجل كلها. يلا هو شباب، يلا حاول معلم. والله لا رح فيه، وراهن شباب، وراهن حاولوا بسرعة، لا تخلوهن يهربوا، رح يهربوا الكلاب. شو عم تعملوا؟ قدر 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 بسرعة، حاولوا 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 شباب اركضوا، يلا بسرعة معي، بسرعة يلا يا بسرعة، لا تخلوهن يهربوا. لك يلا ايه وراك وراك انا. تعال تعال بسرعة بسرعة، فوت وين راحوا؟ وين راحوا؟ وين راحوا هدول؟ انت وياه تعالوا معي. أنا مت من التعب، ركضنا كتير بس نفدنا بجلدنا. أنت أكتر واحد ركض فينا ولا؟ نقطع قلبك ما هيك؟ كنت خايف تاكل قتلة؟ هلأ صار زلمي بالله عن جد. لما كنتوا هربانين كلكن على الدرج، مسكت لي شي 4-5 من هدينك ونزلت وخليت دمه ونحميمه. لك عاشو كسر طبعاً، كأنه نحن ما شفناه وهو عم يزحف على ركبه. لك انتو ما شفتوا شيء أبدا، يمكن أنا ما دخلت بالخناقة بس خليتهم يلتهوا عنكم. ولو ما أنا اللي انتبهت على إصابة المنظمة كنا هلأ أكيد كلياتنا رأسنا محل رجلينا. أنت منيح؟ منيح. وأنت؟ منيح، ما فيني شيء. لو علي كنت باكلهم للي جوا أكل، بس ما وثقت فيكن. طبعاً طبعاً إياد، لو بتشارك بمسابقة للركض بتاخذ المركز الأول. كنت على طول فوز بالثانوي. شو عمل لك يعني بركض على مهلي لأنه حضرتكن زلاحف؟ أنا بتشكرك يا كريم، بتشكرك لأنه دافعت عني. إيه صحيح، كانت حركة حلوة كتير منك بصراحة، عجبتني. ايه والله لو انا مكانك ما بعملها، كنت قلت يصطفلوا ياكلوها هن. لك لا يا شباب، اي حدا محلي كان رح يعمل نفس اللي عملته. تعرف شو اكتشفت؟ انك شاب مو سيء،
يكتر خيرك. وانتو كمان يعني ماشي حالكم. يعني ما لنا جماعة مناح بس يعني ماشي حالنا. طبعا طبعا مشان ما كتير تسدوا حالكم. طيب مناخدك على المكتب ولا على البيت ولا على الشغل؟ قديش غريب انت، الواحد بيعمل البيت لحال والمكتب لحال. بالله قلنا هذا من البخل ما هذا من الجنان. خلص انتوا روحوا، انا بروح مشي، بيتي قريب. ليكو يا جماعة، هذا عن جد طلع واحد بخيل، مشان ما يتكلف اختار مطعم قريب من بيته. اخي بتعرف شغلة، هذا بيعرف المطعم ومظبط اموره وبيكون على طول بياكل وبيشرب بلاش. ايه يا شباب، ايه باينتو بخيل. تمام لقطوني، معناها فعلا انا بخيل، لقيتوا شغل علي انبسطتوا. ايه برافو عليك، كون صريح من الاول ولا تخبي شي. يلا شباب امشوا. خاطرك يا ابو الصور. الله معك اياد بيك. خاطرك الله معك. يلا سلام. سلام. الحمد لله منيح اللي نقضت هيك. اي والله حماك. هلا وقت سفرتك على ايطاليا، معقول بدك تتركيني وانا حامل؟ بالله جد انت حامل؟ لك شو حامل لا حامل ولا لا تردي عليها. هي هلا عم تبعت رسائل للكون وبعدين بيجي الكون كمان بيرد عليها او شيء، ووقتها قال بتحس انها حامل. لك جننتي حبيبتي، انا هيك بدي ساوي، شو دخلكم فيني؟ مو معقول ما اخلصكم. لك شو القصه؟ هاي طريقه جديده، قال سيرين لما تقول انها حامل بتحس حالها هيك. لا امير مو بس عم حس، متاكد. وانت نزل اصابعك هلا، احسن ما كسر لك اياهم كلهم، فهمان؟ ما بتقدري لانه انا اقوى منك. طيب وانتو شو رايكم يا جماعه، انا هلا شو لازم اعمل؟ وانت لشو عم تسالينا؟ قلنا ما عم بفهم. روح اسالي رفيقتك الجديده فتون، رحتوا على الكوافير مع بعضكم كمان. لك بتول شو صار لك؟ قلت لك مونيكا اللي اخذتنا، ليش انا من امتى بروح مع حدا غيرك على الكوافير؟ ليكي حبيبتي بدك الصراحه، واضح انه مونيكا تعبانه كثير على شعراتك، حلوين كثير. شوفي أنا كمان بدي أعطيكي رأيي كرجال، هالمرة طالعة كتير حلوة بتجنني. خلاص. طيب بالمناسبة يا جماعة، بلا ما تكبروا موضوع ريما أكتر، يعني البنت بعد خاتمة كرمالي، شو تعمل كمان؟ لو كانت الأغلاط بتتصلح بالمصاري كانت الدنيا هلأ ولا أحلى من هيك. هاي من أشهر أقوال بابا، شو رأيك فيها؟ يا جماعة على فكرة فتون معها حق، نحن صح تضايقنا كلياتنا من ريما، بس هي كانت لفتة حلوة منها. أنا هذا رأيي الشخصي. حتى انت مع لفتون؟ تعرف امير انا ماني متفاجئه، لانه انت اساسا ناطر لك شي فرصه لحتى تسامح ريما. خلص لا تزودي يا بتول، انا برايي كمان انه ريما تغيرت، صح كلامي؟ ما بعرف. مروان بشو عم تفكر؟ اوه انا عم بشتغل على تصميم نوع بيتزا جديد ومميز، بس يا ترى بحطها بالمينو ولا ما بحطها؟ هذا اللي كنت عم فكر فيه. اسمعوني، كأنه عم نطلع من الموضوع كتير، ما يعني أنا موقف صعب وبحاجة لوقفتكم جنبي. هلأ أنا شو لازم أعمل؟ لازم روح على إيطاليا ولا ما لازم روح؟ يعني لو ما بروح كأنه أحسن، لأنه في إياد بالنهاية، بس إذا رحت كمان بيكون أحسن لإلي. يمكن ما لازم روح، ما بعرف شو ساوي. إيه لا خلصنا فتون، روحي لعند اياد وحاكي، خبري انه بدك تسافري واسمعي شو بدي اقول لك. مزبوط كلامي؟ مزبوط، قولي له عرضوا عليكي هيك واساليه هو شو رايه، هذا هو الحل. بتول لا تسالينا، انت بتعرفي شو لازم تعملي. يا لئيمه موتك هلا. ها شو امير، هي هيك دائما؟ شو هبلة واكتر. لا ابدا على فكره، هي ما في اروق منها. خلاص ماشي فهمت، انا لقيت الحل المناسب، انا رايحه خبره لاياد. وانا كمان مثلك اخذت قراري، البيتزا بالسوشي اطيب شيء. شو علاقه هالاكلتين ببعضهم؟ لك ماشي مروان ماشي، يعني فكرت انه اذا بدك تدرج معهم بصير، بس مجرد فكره كان والله اطيب بكره. ما عملنا لك بالسوشي ولا هالقصه، خليك على البيتزا اللي بنعرفها. اصلا بقى اميركم اسمع مني.
حبيبي إياد، يا روحي أنت، أنا أجاني شغل منيح. وشغل شو هاد حبيبتي؟ مو هيك بتول، عن جد موهبة التمثيل عندك صفر مثل جارتنا سمار. غني بالكورال مع أمير أزبط لي. ماشي ماشي، خلينا نبلش من الأول ونجرب. أنا متوترة كتير حبيبي. يا روحي. يا عمري أنت. حبيبتي أنت، قولي شو يا فؤادي. فؤادي إيه هذا اللي طلع معي، خلصيني كملي بقى. ماشي حبيبي، مونيكا خانم بصراحة عرضت علي عرض كتير مهم، وقالت لي بدها تاخذني معها على إيطاليا، يعني الشغل مو هون، ورح أضل سنة مو أكتر، وهنيك رح أتعلم وبنفس الوقت رح أشتغل معها ورح تدرسني بأحسن الجامعات. شو رأيك؟ ماشي، الله يوفقك بحياتك، وأنا رح كمل حياتي. في حدا بيبعد سنة كاملة؟ مع أنه بتعرفي هاي فكرة ممتازة إلك، سنة بإيطاليا والله لا تكيفي هنيك. بالله شو مروان هلأ هيك الحكي؟ أنا قاعدة هون جنبك وحامل بابنك، وأنت كل عقلك وتفكيرك بالصياعة والمشاوير. نسيت أنك حامل. إيه يا جماعة خلاص، إياد بيتمنى لي كل شي منيح، بس معقول يتضايق وما يجي يودعني؟ إيه ممكن، لأنه القصة مو سهلة بنوب. لو بتول مثلا راحت لمكان بعيد ولسنة، شبك بتول دغري بتطلعي بالواحد بطريقة بتنسيه شو بده يقول. خلص رح اسكت وما احكي شي. طيب ما فينا نكمل سوا ونحن بعاد؟ والله فينا. ما ليكي حبيبتي فتون، هي مانا محافظة تانية ليجي بالسيارة، هي ايطاليا برأيي صعب شوي. هو في ينتقل لعندي؟ شو هالحكي هاد؟ الزلمة كل حياته بهالبلد، شو يعمل بإيطاليا؟ يشتغل بالتصميم كمان؟ قديش كون رفقات زراف وبتحبوا انكم ترفعوا من معنوياتي. هاي الحقيقة من دون مجاملات. خليني اقول لك كم كلمة من الآخر فتون. احكي مروان. ومن غير زعل ولا حساسية، بالفترة الماضية حسب ما كنت شايف انت ما كان في بحياتك غيره لإياد، بس هلأ حاسس انه بلشتي تشبه النسوان المدمنين على الشغل، شوي مونيكا وشوي تانيا إيطاليا. وين صار إياد بالنسبة لإلك؟ مفكرة إذا أهملتي رح يضل يحبك؟ أنت غلطانة فتون، يعني على حد علمي الرجال بيتعلقوا بالإنسانة اللي بتهتم فيهم وبتقدرهم، مو يلي بتطنشهم. لك شو هالحكي مروان؟ أنا مو مطنشته لإياد. مستحيل، ما في هيك شي، عم تتوهم. ليكي خديها نصيحة مني، إذا ضليتي هيك رح تخسري لإياد، وهي عم قلك. أمير خلصنا بقى بتول، انتي كمان شبك؟ شو ما بحكي ما بيعجبك؟ معقول اخسره لإياد؟ لا طبعا، مو معقول، مستحيل يعملها. ليش لحتى يتركني؟ إياد بيحبني انا متأكدة، وبيموت فيني. القصة مو بهالبساطة، ما رح يتركني بنو. مونيكا خانم. أهلين مونيكا خانم. في مشكلة كبيرة كتير، تعي على المحل فورا. يلا استعجلي، ناطرتك. ماشي أنا جاي لعندك فورا. يا ربي خير، شوفي ما بعرف كأنه صاير شي مو منيح. شو قالت لك؟ احكي. هي ما قالت لي شي، يا ريت حكيت، لو حكيت كنت رح أرتاح أكتر، بس قالت لي تعي بسرعة. شو بدي أعمل هلأ؟ أكيد أنا مخبصة وغلطانة بشي قصة. ها ليك، والله يسترنا من شي مصيبة، لأنه اشتغلت ماكينة التوتر عند فتون. إياد أول شي منحكي لهم عن التصميم ومنورجيهم كل التغييرات اللي عملناها على المشروع، وقتها منشوف شو رأيهم. بجوز. أهلين حبيبتي. إياد أنا هلأ عند مروان، لازم تجي وتاخدني فورا. ماشي. شوفي أنت منيحة؟ لك أنا منيحة أصلاً، بتول والكل هون كمان، يعني ما في شي، لو سمحت تعال بسرعة لهون. طيب بس أنا هلأ عندي اجتماع. إياد لو سمحت تعال عندي. طيب ماشي رح أجي فورا. تمام ناطرتك. شبكي فتون، ما كنتي تعرفي تخلصي من حالة التوتر هاي؟ حرام عليكي هلأ بيفكر في شي مصيبة. أصلاً في مصيبة بتول، أكيد صاير شي هنيك، وطبيعي يتوتر لأنه ما بعرف شو هو، بس رح أعرف. إياد صاير شي معه؟
ما في شي لا تشغل بالك، وهلا هي اساسا مع رفقاتها، هن بكافيه مروان، بس قالت لي انه بدها ياني، ما بعرف شو بدها. انت خليك وانتبه على الشغل. ماشي، بس انت متاكد؟ اي طبعا، معقول نسيت اللي قلته؟ بغيابي انت موجود وبغيابك انا موجود. طيب بس يعني انت على طول مو هون؟ معك حق مجد، لا تواخذني، تحملني بس هالفتره. طيب مو مشكله، خلص لا تاكل هم اياد، انا بحل القصه، بس هالاجتماع مهم بالنسبه لنا ومهم كتير كمان. بعرف انك بتحبها كتير لفتون، بس بما انه قاعده هلا مع رفقاتها فاكيد ما رح يكون في شي خطير، يعني طول بالك، بالنهايه هي مالها صغيره وبتقدر تستنى شوي. شو مو حلوه فتون عم تستناني، وضروري اني اكون معه، ما بصير خجل ابدا. بس ليك اذا ما تاخرت برجع لعندك، اتفقنا؟ طيب ماشي، حاول ما تتاخر. شكرا شريك. اهلا وسهلا. تفضلوا. اهلا فيكم. مرحبا. مرحبا مدام. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. اهلا وسهلا مره ثانيه. بالبدايه قبل ما نبلش، شو بتحبوا تشربوا؟ شو نضيفكم؟ شكرا مجد بيك، ما رح نشرب شيء، بظن انه ما رح نطول، وفي شيء بدي اقول لك اياه هلا قبل ما نبلش اجتماعنا، يعني بصراحه هذا رح يكون اخر اجتماع رح نعمله معكم بخصوص هالمشروع هاد. طيب سامي بيك، كانه صاير سوء تفاهم كبير بيناتنا، يمكن حضراتكم مفكرين انه نحن ما عملنا المشروع حسب مكتوب بعقدنا معكم، بس القصه. العفو منك مجد بيك، نحن متاكدين انه انتم ماكن مهتمين بفكره المشروع. عم نحكي عن ملعب كرة القدم، حضرتك بتعرف أهميته لهذا المشروع؟ طبعاً سامي بيك، طبعاً بعرف أهميته، وأنا رأيي من رأي حضرتك كمان. لو كانت أي شركة تانية محلنا كانوا طالبوكم بكل التعويضات، عندك علم؟ معك حق، وأنا الصبح حكيت بهالموضوع مع شريكي إياد وقلنا. صحيح، وين إياد بيك؟ بمثل هيك اجتماع مهم وحساس لهي الدرجة إياد بيك مو هون؟ كنت بعتي وراكي انت يا فتون، مو انتو اتنين. معقول انتو بتروحوا على كل مكان مع بعض؟ صراحة لما حضرتك قلتي في شي على التليفون توترت وحكيته لإياد واجا لعندي. انا رجعت عملت شي مميح؟ بس انت لسه ما بتعرفيني مونيكا خانم، اعطيني فرصة تانية. فتون روقي شوي، خلينا بس نفهم شو الموضوع. طلعي على الارض. ايه صح، نحن تعبنا كتير لما كنا عم ننظف، عجبتك؟ ايه شبه الارض، انا وريما نظفناها منيح وبصراحه اخذت منها وقت كتير وانا شايفتها عم تلمع. فتون انفجرت التمديدات الصحيه. انفجرت التمديدات؟ هلا هاي هي المشكله يا فتون؟ انت بتعرفي انه كلياتنا رح نحتفل بهذا المكان اليوم المساء، مشان هيك لاقي حل باسرع وقت، انا عندي شغل ولازم اني روح هلا. ايه خلص، انا هلا بدبر حدا يصلحهم. رفيقك هاد ما بيعرف التمديدات الصحيه، بيركض على كل شاردة واردة، يمد إيده هالمرة ويساعدنا. أسفة حبيبي. سامي بيك لو سمحت، أنا حكيت مع شريكي إياد هلأ وهو ليكو جاي على الطريق، ما بيطول. هلأ توضح لنا قديش كن جديين بهذا المشروع، ومن هلأ نحن مضطرين نتعامل معكم بنفس طريقتكم. سامي بيك، رح نحكي مع شركائنا ونرد لكم خبر شو منقرر اليوم المساء. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. لك أنت معقول كرمال هيك جبتيني؟ والله ما كنت بعرف حبيبي، ما كنت بعرف، قالت لي في مشكلة كبيرة. بس الواحد لازم يسأل على التليفون، شوفي مو بيجي لهون وبيتفاجأ. معك حق، والله معك حق حبيبي، بس يعني ما بعرف، أنا توترت كتير وما كان لازم أتوتر، بعرف بعدك رح صير أهدى. خلص فتون، ليكي اليوم مهم بالنسبة إليك ولهيك ما رح أضايقك أبدا، بس ذكريني بعد العشاء عصب عليك. هاي سجلتها على الدفتر. ها إياد، أنت ما في منك حياتي. لا تتمايعي علي لأنه لساتني معصب منك.
طيب معناها لبين ما انت تروق رح اتصل ببتول. ايه بلا ما ينشغل باله علي. اتصلي. اي مجد شو الوضع؟ طمني. ما بعرف شو بدي لك. لما ما شافوك عصبوا ومشوا فورا. الله عن جد؟ مالي مطمن بنوم. هنن قالوا لي انه المسرح يخبرونا شو بيقرروا. ليك مجد بعتذر منك بس انا بوعدك اني رح صلح غلطتي. انسى ولا يهمك. انت شو عملت؟ كيف افوتون هلا؟ ما في شيء. منيحه ما تقلق. لا تقلق. ماشي. انا رح ضل شوي بالمكتب، في عندي كم شغلة وبدي أعمل كم تليفون وبعدين منحكي. ماشي؟ تمام. أنا رح أتصل فيك ومنلاقي حل. ماشي يلا باي. اي وهلا شو بدنا نسوي؟ فينا نحكي شوي هلا؟ طبعا. شو الموضوع خير؟ فتون. ليكي رنيم انا صرت اعرف بالموضوع. بعرف انه انت اشتغلت كتير مع فتون من قبل، وبعرف بالعروض الماضية وبالمؤتمر الصحفي كمان، بس انا واثقة بشغلها وموهبتها لفتون، ومشان هيك ما بدي انه تنتزع علاقتنا ببعض ولا بأي شكل. يعني بتعرفي كل شي عن فتون؟ طبعا، بس أنا كل اللي بيهمني بهاي البنت هو موهبتها، يعني لا أكتر ولا أقل. أكيد يمكن مرينا بمواقف مو حلوة، بس هالشي ما بيغير موهبة فتون اللي ما حدا بيقدر إنه يعترض عليها. ورأيي من رأيك كمان، وما تفكري إنه أنا زعلانة. صحيح دريت إنه بدك تاخدي فتون معك على إيطاليا وإنك عرض عليها منحة للدراسة وشغل عندك بنفس الوقت، برأيي قرار ممتاز. صراحة ما بعرف انت من وين عرفتي، بس انا بفضل انه نخبي هاي المعلومات حاليا احسن للكل. وبما انه عرفتي، ايه مزبوط، اذا كل شيء مشي تمام معنا حابة اني اخذ فتون وكريم معي على ايطاليا. كريم كمان رح يروح؟ ما كنت بعرف هذا الشيء. ايه كريم، انا عرضت عليه الشغل له بالاول وهو قال انه ما بيروح الا مع فريقه، يعني مع فتون. كتير منيح هالقرار، ممتاز. أنا متأكدة إنه كلكم رح تنجحوا مع بعض. شكراً لك.